رحمة يوسف حسان حسان عبد الله، عمري 25 سنة، معي 3 أطفال. نزحت من صنعاء بسبب الحرب. أنا الآن ساكن حالياً بتعز بالمدينة السكنية. والله تغيرنا كثير مع الحرب، الوضع تغير والمعيشة، والحمد لله على كل حال. زوجي اشتغل عامل حمال، يعني يوم اشتغلوا 10 أيام لا حق الأكل والشرب، وحين والله ما نحصل. الحمد لله على كل حال، حن هذا الوضع ما عاد باقش لا أشغال ولا، والأسعار غالية. تشتزاي دقاهي لك بشي الحبة الحفاضة ب300، الحبة الزبادي يعني اشتدي للنونو الحبة الزبادي ب500، يا الله احنا ندبر يعني حق الروتي. أحمد ابني بالبداية عرفت أنه مريض، كان يعني شوف الوزن حقه خفيف مرة، الأكل ما يرضيش يأكله لأنه ما فيش حاجة خفيفة زي ما قلت لك، ما نقدرش نشيل الزبادي، يلا ننتشف التلو لقمة مع شاي ما يقدرش يأكله. كنت أحاول معه حاول ما يرضيش لا على الرضاعة بس، زي الفطور ما يقدرش يتحرك، واصل بقعته سبب الطرش والإسهال والضعف والمناعة عنده، كان ما فيش ضعيف كان مرة. لما كلمني وحدة دلني على المستوصف هذا، لما طلعته للمركز يعني قالوا ابنك بينه سوء تغذية حاد مرة يعني وخيم مرة، شرح للدكتورة انه يعني ضرر على الطفل لما يوصل هذا الوزن بسبب سوء التغذية. علمتني الدكتورة بالمركز كيف اغسل يدي، كيف يعني أهتم بنظافة الطفل بأكله بشربه بكل شيء، وصرف لي التغذية وعلمني كيف أكله كيف أغسل يداتي كيف أغلق الكيس بعد ما أكله، والكيس يعني ما يجلس في يوم ثاني علشان صحة ابني. الآن أحمد بعد ما تعالج وشفت ما شاء الله حركته وأذنني فرحة يعني ما شاء الله إنه ابني تحسن على ما كان كثير. طلعته المركز عمره كان 8 أشهر، ذا الحين بداية 11. كنت أروح المركز بكل خميس عشان يصرفوا لي الأكياس حق التغذية، والتزمت بتعليمة الدكتورة بالنظافة بكل شيء. شفتوا فرق كثير، تحسن ابني بوزنه بأكله الحمد لله، رجع يضحك يلعب يجلس ما شاء الله، يعني تحسن كثير على ما كان. أتمنى إن شاء الله ابني بالمستقبل إن شاء الله إنه ابني يكبر ويرفع من نفسه ويرفع بلده. أشكر منظمة أطباء حول العالم ومنظمة الوصول الإنساني على دعمهم الإنساني للأطفال اللي يعني بسوء التغذية، وأشكرهم على إنهم عالجوا ابني من حالة سوء التغذية إلى الوزن الطبيعي. أشكرهم وأتمنى منهم إنهم يواصلوا الدعم الإنساني للأطفال اللي هم في بهم سوء التغذية، وجزاهم الله ألف خير.